الظهر طول الليل حلمان بالخريطة لحتى فايق هيك بكير. ما قدرت نام يا مولاي، أنا عم أشوف بمناماتي أبراج قلعة رودوس وعم يكبوا زيت مغلي علينا، وأنا عم شوف بمناماتي سور قلعتهم هو عم يتهدم ورايتنا عم ترفرف فوق. شو؟ لا تكون الرسالة خوفتك؟ لا ما خفت، بس المعلم الأعظم واضح إنه خايف. بدك تبعت له جواب؟ إيه رح أبعت له، وراح تكون رسالتي مو بالحبر بالسيف. شو حكيت مع نصوح؟ حكيت مولاي، قلت له شو بدنا منه وهو رح يجهز حاله خلال كم يوم ويسافر. المخططات اللي رح يجيبها بظنها رح تفيد أكثر من الخريطة. ممتاز. قاسم باشا قرر إنه يتقاعد، بس أنا برأيي إنه قراره مو وقته. هذا قراري. عن جد مولاي؟ بدون الأمور بتكون أحسن. شو عمل قاسم باشا لحتى جلالة السلطان وقفوا عن شغله وأحاله بهالوقت على التقاعد؟ أنا مو فاهمان شي. بلكي هو راد يتقاعد. ليش ما بتفكر بهذا الاحتمال يا باشا؟ مين العائل اللي بيستقيل من وزارة السلطان يا باشا؟ في شخص صرفه، أنا هيك قلبي حاسسني. أحمد باشا، لو هبت الريح وصارت عاصفة قوية رح تقول إبراهيم هو المسبب. يعني شو مصلحة إبراهيم من استقالة الوزير؟ بكرة نشوف. ورح ذكرك وقت مسؤول الجناح الملكي رح ياخد منصب وزير الدولة الأعظم منك، وبتخسر مركزك واللي إلك وقت طويل فيه، وقت بتقتنع. السلام عليكم. خلي مصطفى باشا يجي من تراقيا، وخليه كمان يجيب القائد بيري معه من كيلوبولو. برأيك إمتى الأسطول رح يكون جاهز؟ تقريبا رح يخلص تجهيز الأسطول خلال 3 أشهر. بمصنع الخليج عم يوصلوا ليلهم بنهارهم، وعنا 40 سفينة جاهزين بمصنع كيلوبولو. لنشوف كيف رح يواجهونا. أنا بقلك فرسان رودوس رح يدوروا على البيوت لحتى يتخبوا. حضرة البابا، السلطان العثماني سليمان عم يعلن بشكل صريح تماماً إنه رح يهاجم رودوس وقلعتنا المقدسة، وهالشي ما نو بعيد أبداً، لأنه رح تطلع الحملة ببداية فصل الربيع. ما بتصور يتجرأ على رودوس. حاول تتغلب على هالخوف تبعك، وما في داعي لك لهالقلق. ماني قلقان، بس الحذر كتير ضروري. البندقية وروما وفرنسا وإسبانيا من واجبهم يدعمونا، وإلا رح ينتقل البحر الأبيض من إيد المسيحيين لإيد المسلمين ويسيطروا عليه العثمانيين. بس إذا الفاتيكان حماها لرودوس، وقتها العثماني ما رح يسترجي يقرب عليها. سلطان سليمان فعلاً طلع شاب شجاع وذكي وحتى طموح أكثر من ما كنت أتصور بكتير. بيفهم كتير منيح بالحروب، وكمان بيفهم بالسياسة الدولية. حضرة البابا سامحني على سؤالي، أنتوا وقعتوا اتفاقيات تجارية جديدة مع العثمانيين؟ وموانئ الشرق انفتحت قدامكم؟ ايه طبعا، عم نحاول هلأ نبني معهم علاقات تجارية قوية. بس إذا فعلا مثل ما عم تحكي العثمانيين هاجموا الجزيرة، بوعدك ما نسكت على هالشي. أنتوا أكيد ما رح تسكتوا على هذا الشي؟ فهمت. إبراهيم. مولاي، كأني شايفك طول الوقت شارد بهالخريطة يا إبراهيم. إبراهيم،
شو رأيك ناخذ القوارب على البركة نسبحهم؟ هدول ما بيمشي حالهم، رح أعمل لك أحسن منه. روح يا مصطفى، عنا الشغل كتير أنا وإبراهيم. ما بدي، خليني أشتغل معكم. يلا إبراهيم خلينا نشتغل. الأمر للسلطان يا مصطفى. يلا لشوف، يلا روح.